النائب محمد الصيهود. اهلا وسهلا بك سياده النائب في برنامج بلا قيود. اهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله. هل كلفتك نسابتك مع السيد السوداني خسارتك لعلاقتك مع دوله القانون؟ الان اكو اختلافات وجهات نظر، مساله طبيعيه جدا. هل يمكن ان تسمي لنا سياده النائب هذا الطرف الثالث ومنه هذه القوه؟ حزب لو طرف سياسي أطراف سياسية تتعامل بالخارج، ممكن أعرف أحد هذه الأطراف؟ تلتقي في أعضان القوى الدولية والقوى الإقليمية ومعروفة. تتهرب من الأسئلة وأنت تعلم من هذه الأطراف. البعض يتحدث من الناس عن زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب. هذا استعادة الأموال من حكومة العبادي إلى حد الآن. أنا مسؤول عن كلامي. نعم. قدامك القوانين الجدلية وفي مقدمتها تعديل قانون الأحوال الشخصية. والله العظيم ما حد قال، لكن طلعت مظاهرات بالنجف. إيه قروه النجف. النجف المحافظة الشيعية. أنا أريد من عندك. المحافظة الشيعية طلعت مظاهرات. عفوا خلينا هذا القانون. خلينا نسوي حلقة أنا وياك خاصة بهذا الموضوع.